بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كان اجتماع اللجنة التشريعية بحضور الأخوة طلال الجلال، محمد الدلال، خالد الشطي وأحمد نبيل، واعتذار عسكر العنزي والأخ محمد هايف. ناقشنا في البند أولا كاختصاص أصيل للجنة طلب رفع الحصانة عن السيد العضو أحمد نبيل في قضية جنح مرئي ومسموع، وكان قرار اللجنة عدم موافقة بأغلبية الحضور، كان تصويت. أيضا المجلس اللجنة خلصت وأنجزت تقريرها حسب ما وعدنا في الجلسة الماضية، أن احنا ننجز تقريرنا حتى قبل مدة شهر إذا خلصنا، وفعلا حين أنجزناه قبل مدة شهر، يمكن أسبوعين أو أسبوعين شوية، يعني أقل من 3 أسابيع، وهي المتعلقة بالمادة 20 من القانون 12 ل63 في شأن اللائحة الداخلية، المقدم من الأعضاء محمد هايف، عادل الدمخي الدكتور، نايف مرداس، شعيب المويزري والحميد السبيعي، تعديل المادة 20 من اللائحة اللي هي تتكلم عن لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد أن تكون أحكام باتة، يعني بعد التمييز، وموافقة اللجنة بأغلبية الحضور 3-2 في هذا الأمر. أيضا ناقشت اللجنة الاقتراحات المقدمة، 7 اقتراحات مقدمة بقانون في شأن الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية، وأيضا اللجنة وافقت على هذه الحقوق بالإجماع الحاضرين، من ضمن الحقوق غير محددة الجنسية الإقامة الدائمة بدولة الكويت، العلاج المجاني، التعليم المجاني، الحصول على شهادة الميلاد، الحصول على شهادة الوفاة، تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر إرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية، الحصول على رخصة القيادة، الحصول على جوازات السفر والتنقل، الحق في التقاعد وصرف المكافآت، الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص، الحق في التملك، الحق في اللجوء إلى المحاكم. فكانت 7 اقتراحات من الزملاء، اللجنة وافقت بإجماع على الاقتراحات المتعلقة بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددة الجنسية. أيضا اللجنة وافقت على اقتراحات مقدمة من الزملاء بالإجماع في شأن كصفة إحالة في شأن إدارة الأزمات والكوارث. بالنسبة لنا يا جماعة، أنه أخوان لازم نعرفون أن الاقتراحات اللي بإحالات إحنا ننظرها من ناحية دستورية، لكن المادة غير متوافقة، لا صعب تطبيقها، لا يرون أن هذه المادة تمر، هذا اختصاص اللجنة الأصلية واختصاص المجلس. لكن إحنا ننظر هل الاقتراح هذا من ناحية دستورية سليم أم لا، بغض النظر عن هذا الاقتراح يمشي أو ما يمشي، أنا أبيه ولا ما أبيه، هذا يقبله ولا ما يقبله، وبالتالي إحنا ننظر له من ناحية دستورية. قد أنا أوافق عليه من ناحية دستورية لكن أرفضه في المجلس داخل لما يعرض عليه كمادة مادة من هذا الكلام. أيضا في شأن ضريبة على التحويلات المالية، في هناك عندنا 4 اقتراحات بالإجماع تم رأي اللجنة أن عدم دستورية هذه الاقتراحات وإحالتها للجنة المختصة. اللجنة المختصة حتنظر فيها، حتعدل على الاقتراحات، أو ما تعدل تأخذ برأي اللجنة التشريعية أو لا تأخذ، وبالتالي النهاية راح تكون عند اللجنة المالية للاختصاص فيها. طبعا هناك بعض الاقتراحات ساوت بين ضريبة التحويلات تأخذ من كويتي أو وافد، وبعض الاقتراحات قالت تأخذ من الوافد ولا تأخذ من الشركات، بعض الاقتراحات تكلمت عن عقوبات عامة، كل من يخالف هذا الأمر يعاقب بالسجن لمدة كذا كذا، وبالتالي شنو كل من يخالف الأمر؟ من تقصد؟ الوافد اللي حول ولا الشركة ولا المصرف ولا يعني؟ وبالتالي حتى الحقوق الجزائية يجب أن تكون محددة، كل شخص يعرف دوره، ومحاكم الدستورية تكلمت أنه هذا الشخص الفاعل، الشريك ليس كالفاعل عشان تسويه بالجريمة، وبالتالي رأت اللجنة أنه هناك شبهات دستورية حول هذه الاقتراحات، إحنا عطيناهم الاقتراحات والشبهات الدستورية، نحول اللجنة المختصة، اللجنة المختصة لها الخيار إما تأخذ برأينا وترفض هذه الاقتراحات، أو تعدل هذه الاقتراحات بما يتوافق مع رأينا، أو أنها لا والله تأخذ برأيها ويعني بدون رأي اللجنة التشريعية. أيضا هناك عندنا اقتراحات فيما يتعلق بقانون الانتخاب،
تعديل اللائحة الداخلية في قانون الانتخاب مقدم من بعض الزملاء، فرأينا بعضهم مثلا قانون الانتخاب بالفرعيات بالسماح بالفرعية، المجلس اللجنة رأت أنه بأغلبية الحضور 3-1 عدم موافقة على هذا الاقتراح. أيضا اللجنة وافقت على اقتراح أنه الجداول وأسماء الناخبين تنزل مباشرة بدون قيد انتخابي، بدل ما يروح يقيد شهر 2 لا ينزل دايركت. اللجنة وافقت بالإجماع على هذا الاقتراح. فأيضا هناك اقتراح بحسب قانون التعديل على قانون 35/62 في شأن الانتخابات، أنه على الشخص اللي عليه أحكام جزائية أنه ما يسجل اسمه، لأن النص يمنع اللي عليه أحكام أنه يقيد اسمه وترشيحه، فيفترض أنه يكون يسجلها. اللجنة وافقت على هذا الاقتراح لكن مع تعديلات بسيطة، أنها ترى تأخذ فيها اللجنة المختصة اللي هي لجنة الداخلية في هذا الأمر. وهذا ما انتهى إليه اجتماعنا اليوم، شاكرين لكم.